البداية حابين نسألك عن فيلم تل شنب، فيلم تم عرضه امبارح، ردود أفعالك جاتلك على الفيلم ازاي؟ رد الافعال والله يعني حتى الان ردود الافعال كانت ظريفه قوي، وكنت حاسه ان الناس ضحكت، فدي حاجه هو ده اللي كنت عايزه اعمله في الفيلم الحقيقه، هي انه تجربه تعتبر تصنف مغامره ليك. مغامره طبعا، يعني مش شبه خالص اللي انا كنت بعمله قبل كده. وطاقم العمل اول مره تشتغلي معاه معظمهم يعني الناس اول مره اشتغل معايا، ده حقيقي. طيب تم اختيار طاقم العمل بناء على حضرتك المؤلفه والمخرجه اللي معاك؟ بس انا كتبت معايا اتنين، يعني كتبت مع اسلام حسام واحمد رؤوف، وهم ليه علاقة كمان، يعني انا عارفة ان انا بفهم في الضحك وكده، بس كنت عايزة معايا ناس دمها خفيف فعلا، عشان انا بالذات في الحوار كنت حاسة ان انا مش هعرف اظبط الحوار لوحدي. ورؤوف اكشلي كان قبل اسلام كمان، يعني رؤوف اشتغل معايا على الديفلوبمنت بتاع الشخصيات، يعني انا كان عندي اوتلاينز للشخصيات بس رؤوف اشتغل معايا على تفاصيل الشخصيات، وده ليه علاقه بان انا كنت شايفه فيهم حاجه، هما بيلقطوا كده تفاصيل ودمهم خفيف، ونوع خفه الدم اللي انا بحبه، يعني في ذكاء في خفه الدم كده، فانا كنت عايزه اشتغل معاهم عشان كده. ردود الافعال والله هي كانت ظريفه قوي امبارح، يعني ده اللي يوصل لي بقى، معرفش كم نجوم فنانين كلمتك بقيتك الفيلم محيطين بيكي؟ يعني المحيطين، بس يعني مفيش حد وصل معاكي قال لك عجبني الفيلم عجبني فيه كذا؟ لا، ناس كتير قوي، ناس كتير قوي. طيب نقول كواليس العمل مع بطل العمل، كواليس العمل بقى ازاي؟ كانوا مطيعين ليكي؟ كانوا مطيعين هم بس ايه الفكره، هي بس صعوبه الموضوع كانت ان هم كلهم مع بعض في مشاهد كتيره قوي، ده كان متعب ليهم ولينا، لان هما حتى لو حد كان بيقول جملة في مشهد هو كان بيبقى مضطر يبقى موجود طول المشهد، وما ينفعش يبقى موجود قاعد كده، ما هو موجود دي لازم يبقى بيعمل حاجة، فهو الموضوع كان افورت شوية في ان انت، يعني وانا بفكر في المشهد انا بفكر في اللي بيحصل اللير الاولاني، وبفكر في اللير التاني بتاع طب ما بقية الناس بيعملوا ايه، يعني مثلا خالد سرحان وهيدي وهم ساكتين بيعملوا ايه، يعني فاهم الشخصيات كلها وهي قاعدة على السفرة، ما هو في حد أو اتنين بيتكلموا بس الباقيين مش بينصتوا، بس ما هم بياكلوا، وحد بيغلس على حد، حد ست عايزة تأكل ابنها بالعافية، يعني الحاجات دي، يعني ده اللي كان متعب قوي، يعني ليهم وليا الحقيقة. شايفة المنافسة ازاي؟ حطيتيها في اعتبارك وانت بتصوري وانت بتعرضي؟ منافسة في ايه؟ لا، ما حطيتش اي حاجة في اعتباري. انا حطيت في اعتباري ان انا عايزة اعمل الفيلم ده وخلاص. طيب نقول انت كمخرجة بتطوري من ادواتك الفنية ازاي؟ وكمؤلف؟ بص، انا عموما الافلام بالنسبه لي هي فيها growth و expansion، يعني انا بتطور وانا بصنع الافلام، يعني فانا عمري ما بفصل نفسي كبني ادم عن ان انا بصنع افلام، يعني بتشوفي مثلا كمؤلفه بتقري حاجات اعمال معينه لا انا بتلاقي بقرا من اعمال زمان قوي، يعني انا طول عمري بقرا كتير قوي، بس وبتفرج كتير قوي، بتفرج على كل حاجه، بشوف كل حاجة، يعني أنا بشوف كل حاجة، بشوف كل الحاجات الأرت هاوس اللي أنا بحبها ومهتمة بيها، بشوف الحاجات المصري الجديدة بقعد أتفرج عليها، المسلسلات، كل المسلسلات اللي ايه بتنزل اخر بباخد. حاجه مصريه شدت انتباهك عجبك كمخرجه تقدري رايك؟ مسلسل تحت الوصاية عجبك؟ عجبني قوي. شفتي كعمل دراما قريب كده؟ مش عارفه والله، لسه عندي افكار يعني، بس لسه ما يعني انا عشان افكر في مسلسلات تاني بقعد اتردد عشان الموضوع بياخد وقت. مين النجم اللي حضرتك نفسك تشتغلي معاه تعملي له عمل، حاسه انك لو عملتي له عمل تنجحوا مع بعض؟ مش زي ما محمد بفكر. سامي مثلا نجح مع محمد رمضان ما انا لسه على فاهمه، نجاح. يعني مش بفكر بصراحه كده قوي، اعتقد انها بيبقى ليها علاقه بالمشروع نفسه، بان انا مفيش يعني نجم انت من جواكي حابه انك لو اشتغلتي معاه عادل امام بقى. يعني من جيل الشباب؟ الشباب مش عارف، مش يعني حاجه، انا مش لو حد قلت مثلا ازاي. اختار كريم عبد العزيز ينجح فيلم لو انا مخرج، ما انا بحبه قوي بس ما عنديش فكره ليه، بس انا بحبه قوي. طيب ليه اعمال قريبه ان شاء الله يقدمها؟ في اعمال قريبه عندي افكار بس لسه ما، لسه ما تحولتش للواقع. لا لسه. مالك كل التوفيق ان شاء الله. مرسي مرسي جدا، شكرا.